السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة. نطوف بكم في أروقة الصحافة العربية والمحلية، وأيضا نستعرض أهم مقالات الرأي والتحليل، إضافة إلى ما كتبه النشطاء والسياسيون والصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر. نبدأ حلقتنا بعناوين المواقع الإلكترونية، والبداية من المصدر أونلاين. المصدر أونلاين. الزبيدي لغريفيث: عدم مشاركة الانتقال في مشاورات الإعلان المشترك تعفيه من أي التزامات. في بيان بمناسبة ذكرى 14 من أكتوبر الاشتراكي، يؤكد على ضرورة عودة الحكومة والأحزاب إلى الداخل وسرعة تنفيذ اتفاق الرياض. التحالف يقول إنه دمر صاروخا كان الحوثيون يجهزون لإطلاقه نحو السعودية. وكالة: مقتل وإصابة 3 في هجوم مسلح على منزل قائد المنطقة العسكرية 4 في عدن عقب الازدحام على مركز الفحص بالمنفذ. مصدر طبي: فحص كورونا مستمر ببقية المختبرات المعتمدة. التغيير نت: الإعلان عن خلو مركز العزل الرئيسي بساحل حضرموت من أي إصابات بكورونا. الصين تؤكد أنها ستقوم بدور إيجابي بشأن الوضع الخطير الذي وصل إليه خزان صافر. حملة لإزالة البناء العشوائي تستمر لليوم الثاني في عدن، ومواطنون: هل ستطال استحداثات النافذين؟ الصحوة نت: استشهاد وجرح 3 مدنيين بقصف حوثي على تعز. إطلاق الألعاب النارية في تعز احتفاء بذكرى ثورة 14 من أكتوبر. حفل فني وخطابي في شبوة احتفاء بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر. الإصلاح: ثورة 14 من أكتوبر ملحمة تاريخية أكدت وحدية نضال اليمني. الاشتراكي: ثورة أكتوبر غيرت مجرى التاريخ، وتنفيذ اتفاق الرياض خطوة لعودة الحياة السياسية. وكالة سبا: مقتل 11 من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي بارز في مواجهة شرق وغرب تعز. رئيسا جهازي الأمن القومي والسياسي يرفعان برقية تهنئة لفخامة الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر. إطلاق الألعاب النارية بتعز احتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة. استشهاد وإصابة 3 مدنيين بقصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية بتعز. وزير الداخلية يرفع برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بالعيد 57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة. وزير الدفاع ورئيس الأركان يرفعان برقية تهنئة لفخامة الرئيس بمناسبة الذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر. رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة لفخامة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة. نائب الرئيس يهنئ فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. رئيس الجمهورية: معاناة أبناء الشعب تقتضي أن يرتقي الجميع إلى حجم المسؤولية. رئيس الوزراء يناقش مع السفير الصيني علاقات التعاون بين البلدين. العاصمة أونلاين. على خلفية فساد، منظمات ووكالات إغاثية أممية تعلق العمل على الحوثيين بصنعاء. الإصلاح: ثورة 14 من أكتوبر أكدت وحدية الثورة والنضال، وعلينا استلهام الروح الثورية التي تذكر بها. رئيس الجمهورية: الشعب لن يقبل بالعودة إلى حقبة الظلام والكهنوت. الاتحاد الدولي للصحفيين يشدد على ضرورة إطلاق الصحفيين وإسقاط أحكام الإعدام. المحكمة العسكرية بمأرب تعقد جلستها العلنية 4 في محاكمة قيادة الميليشيا الإنقلابية. الرابطة الوطنية لأسر الشهداء: عدم صرف الرواتب خذلان متعمد. بعد أن فرضت تعليماً موازياً في المدارس الحكومية، الحوثية تلزم الخاصة 40 طالباً في كل صف. الجوف: الميليشيا الحوثية تنفذ عملية نهب واسعة للمؤسسات الحكومية بالحزم. سبتمبر نت: مقتل قيادي حوثي وعشر آخرين في مواجهة شرق وغرب تعز. الفريق النخعي يرفع برقية تهنئة لفخامة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة لفخامة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. في زيارة ميدانية، العقيد المكروب يشيد بتضحيات أبطال جبهتي المشجح وهيلان غربي مأرب. ناطق الجيش: الشعب وقواته المسلحة لن يسمحا بالعودة إلى عصور الظلام، والجيش مستمر في تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات. الإصلاح: ثورة 14 من أكتوبر ملحمة تاريخية أكملت المشهد اليمني وأكدت على واحدية الثورة والنضال. ثورة 14 من أكتوبر دروس من وطنية الكبار. ابتزاز سياسي، لماذا حول الحوثيون خزان صافر النفطي إلى قنبلة موقوتة؟ أبين: لودر تستقبل العيد 57 لثورة 14 من أكتوبر بحفل أقامه لائتلاف الوطني الجنوبي. رئيس الجمهورية: نتطلع إلى عمل ملموس على الأرض لإرساء السلام وفق المرجعيات. سهيل نت: الإصلاح ذكرى ثورة 14 من أكتوبر محطة للمراجعة والوقوف على مكامن القصور. بيان: المؤسسة الدفاعية والأمنية تؤكد العزم على إحباط مخططات الحوثي وإيران التخريبية. هيئة الكتاب موسوعة الشميري لا تحمل شيئا من المعايير العلمية والبحثية على الإطلاق. الألعاب النارية في تعز احتفالا بذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. محسن ومعين: روح النضال ضد الظلم والاستبداد جينات متوارثة لدى الشعب اليمني. الرئيس هادي: كل دخيل على شعبنا وتاريخه وهويته سيمر كما مر الآخرون. اتحاد كرة الطاولة في عدن يحدد موعد إقامة البطولة للفئات العمرية. الجيش بمحور مران صعدة يحتفل بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر. الحكومة: الأزمات أدت إلى شل الاقتصاد وخسارة البلد أكثر من 100 مليار دولار. إلى الصحافة العربية والبداية من صحيفة الوطن السعودية. الوطن السعودية: التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة. التحالف يدمر طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. باكستان تدين هجوم ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة تجاه المملكة. الشرق الأوسط: خبيران يمنيان يتهمان الحوثيين بشن حرب شعواء لتدمير الاقتصاد. نصحا الشرعية باتخاذ تدابير تمنع العملة من الاستمرار في التهاوي. اتهامات للحوثيين باستغلال المولد النبوي للتجنيد وجمع الإتاوات. لماذا تخشى ميليشيا الحوثي السلام رغم أزمات الشعب داخلياً؟ العربية نت: تدمير صاروخ باليستي حوثي مجهز للإطلاق باتجاه السعودية. جريمة مروعة باليمن، قتل 14 شخصاً بينهم زوجته وطفلاه. الرئيس اليمني لغريفيث: الحوثيون لم ينفذوا بنود ستوكهولم. عكاظ: وزير دفاع اليمن: إيران تسعى لتحويل البلاد لتابعة فارسية. مركز الملك سلمان يوزع المساعدات لنازح مأرب والجوف. الإيرياني: الحوثي أداة إيران لتصفية الحسابات الإقليمية. الرياض: إصابة 3 أشقاء بقصف حوثي جديد جنوب الحديدة. تعز: مقتل وإصابة 5 مدنيين بقصف لميليشيا الحوثي. انتصارات استراتيجية بالجوف والحوثيون يتكبدون خسائر فادحة. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية مما كتبه وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري عن ثورة 14 من أكتوبر باعتبارها سليلة لثورة 26 من سبتمبر وملهمة للثلاثين من نوفمبر. الثورة يمثل يوم 14 من أكتوبر 1963 شرارة الحرية الأولى وانطلاق طوفان الاستقلال وميلاد الصباح الأغر.
حين قامت أفواج الثائرين وانهالت نيران الحالمين لتدك أركان الباغي المحتل وتكتب أول أحرف الجلاء لاحتلال طال أمده واستشرى شططه وجعل أعزة القوم أذلة لا يملكون من أمر أرضهم إلا طاعة العدو وامتثال أمره. من أعالي جبال ردفان الغراء حتى سواحل عدن الذهبية قال الشعب كلمته وشد من عزيمته، فدقت الأيادي المدرجة أبواب الحرية الحمراء حتى تزعزع التاج البريطاني واهتزت سلطة الجنرالات في عدن وسارت إرادة الشعب في طريق الخلاص. طريق أكتوبر كان طويلا ولكن المصاعب والمتاعب تنسى ولا يبقى إلا أيقونة النصر واستلهام المستقبل من نجاح الماضي. يحسب لثورة أكتوبر بأنها نجحت في إخراج المستعمر بالطريقة التي أرادتها وليست بالطريقة التي كان يريدها، ونجحت في توحيد السلطنات والإمارات المترامية تحت ظل دولة موحدة وفي إقامة نظام وقانون، كما أن من ثمارها أنها قدمت للناس الخدمات والحياة الكريمة من خيرات الشعب وفي منأى عن الطمع الأجنبي والمصالح الخبيثة. محسوب للثورة المجيدة أيضاً وضع لبنة الدولة الأولى ذات السيادة المقدسة والاهتمام بالجوانب التعليمية والتنموية والاقتصادية، وكذا تكوين الجيش الوطني الذي يحمل الولاء للشعب وترتيب المؤسسة العسكرية. ويكفي أكتوبر أنها زرعت في قلوب الثوار حب الوطن وجعلت طاقات وخبرات وخيرات البلاد والعباد منها وإليها، ويكفيها شرفاً أنها أعادت كرامة اليمنيين عندما صارعوا القوى العظمى التي لا تغيب عنها الشمس. نحتفل يومنا هذا بالذكرى 57 للثورة الأكتوبرية، ولا يخفى الوضع المتأزم الذي تمر به بلادنا من انقلاب حوثي سلالي في شمال الوطن لا تختلف طبائعه ومؤامراته على احتلال جنوب الوطن من قبل الاحتلال البريطاني، ويبرهن هذا الآن الانقلاب أن طبائع الاستبداد لا تتغير من محتل ومنقلب. تحفنا ذكرى أكتوبر المجيد بالتزامن مع مخططات العابثين التي تحاك في أروقة معتمة لا هم لها إلا زيادة الانقسام وإرهاق الوطن بالصراعات والأزمات المتلاحقة، فلنجعل من هذه الذكرى منعرجا للتصحيح ونقطة بداية نتفق فيها بحتمية البناء وتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار. فيا سليلة سبتمبر وملهمة نوفمبر، أوقدي فينا جذوة التغيير وحرك فينا رياح التحرير، وإن تداخلت المتاهات وتعظمت النكبات ستبقى ذكراك بارقة أمل نحظو تحت رايتها، تقرب رؤانا وتخبرنا بأن ما صنعه الأجداد لن يعجز عن مثله الأحفاد. إلى موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والبداية من نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عدنان العديني، حيث كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك عن ثورة 14 من أكتوبر باعتبارها حررت اليمن من صنوف الاستعباد والاستهداف الممنهج لهويتها. في مثل هذا اليوم أشرقت اليمن بوجهها كثورة تحرر من كل صنوف الاستهداف لهويتها، وعادت إلى قلب التاريخ بعد محاولات جرها إلى الهامش. تهانينا لكل القلوب المؤمنة باليمن الكبير الذي ما زال يخوض كفاحه من أجل حريته ودولته على مقاسه، ودولة من أجل كل الشعب وفوق كل الأرض. المجد لأكتوبر وسبتمبر. الصحفي بكر الضبياني الصحفي اليمني المقيم في ألمانيا كتب عن ثورة 14 من أكتوبر ووصف ثوارها بأنهم حراس الكرامة والحرية. تحية ثورية بذكرى أكتوبر المجيد للأبطال الأشاوس في ربوع الوطن الواحد، حراس الكرامة والحرية والجمهورية ومكتسبات الشعب اليمني العظيم. أكتوبر ثورة الحرية والكرامة والهوية اليمنية الواحدة، أرضاً وإنساناً بوجه المستعمر البغيض ومخلفاته الطارئة كميليشيا المناطقية والارتزاق. أكتوبر امتداد لشقيقته سبتمبر النور والضياء، مصدر العزة والمواطنة والجمهورية بوجه السلطة الإمامة الكهنوتية العنصرية ومخلفاتها الانتفاشية الحوثية الإرهابية. وزير الثقافة الأسبق الأستاذ خالد الرويشان كتب منشورا على صفحته الرسمية
في الفيسبوك عن سبتمبر وأكتوبر عن توأمي الحرية والعدالة والتحرر من الاستعباد والاستبداد والاستعمار. الرابع عشر من أكتوبر توأم السادس والعشرين من سبتمبر، ولولا قيام الجمهوريتين لما كان اليمن الكبير بعد ذلك، بمعنى أن بقاء الإمامة المذهبية في الشمال كان يعني استمرار الانفصال وتقسيم اليمن الدائم تماماً، مثلما كان بقاء الاستعمار سبباً لتقزيم اليمن وتقسيمه كذلك. ولذلك مهدت جمهورية السادس والعشرين من سبتمبر لما تلاها: ثورة الرابع عشر من أكتوبر واستقلال الجنوب والجمهورية والوحدة اليمنية وميلاد اليمن الكبير، فبقاء الجمهورية هو الضامن الأكبر لوجود اليمن الكبير، كما أن سقوط الجمهورية يعني سقوط اليمن الكبير، وللأسف فإن كثيرين لا يعرفون أهمية هذه المعادلة. الرابع عشر من أكتوبر فتوة بلاد وجموح شعب وعنفوان حلم. الرابع عشر من أكتوبر وحدت أكثر من 15 سلطنة ومشيخة. الرابع عشر من أكتوبر الحامل الأكبر لليمن الكبير من يومها الأول. في موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب السياسي أحمد عثمان عن سبتمبر وأكتوبر: وجهان لعدالة وحرية وكرامة واحدة. أكتوبر ثورة الوحدة بامتياز ثورة الرابع عشر من أكتوبر، فهي الوجه الآخر لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، فهما وجهان لشعب واحد وقضية واحدة هي الكرامة اليمنية، عبر تحقيق الحرية والتحرير والسيادة والمساواة والوحدة والعدالة. الصحفي حسن الفقيه كتب أيضا عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر وعن ذاكرة النضال الحية في وجدان اليمنيين: ستبقى ثورة الرابع عشر من أكتوبر مع ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثورتين حيتين في ذاكرة شعبنا المجيد، ملهمتان له في كل مواجهة مع قوى الشر المتربصة بوحدته وأمنه واستقراره الساعية لسلب حريته أو الانتقاص منها. الصحفي عبد الله المنيفي كتب تغريدة على حسابه في التويتر عن الرابع عشر من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر اللتان حررتا اليمن من الغزو الإمامي في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب. أعادت ثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة للوطن والشعب حقه في الحرية والاستقلال، واستكملت مسيرة الخلاص الوطني من الحكم الإمامي الرجعي المتخلف، لتتجسد واحدية الثورة اليمنية وانتصارها بنيل الاستقلال الناجز في 30 نوفمبر 1967. الصحفي علي العقبي كتب تغريدة عن تزامن الاحتفالات بالذكرى 57 لثورة الرابع عشر من أكتوبر بالانتصارات التي يحققها أحفاد مناضلي سبتمبر وأكتوبر: تتزامن احتفالات اليمنيين بأعياد الثورة الوطنية هذا العام مع الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد الإماميين الجدد في الجوف وصنعاء ومأرب والساحل الغربي وتعز، بدعم لا محدود من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. الصحفي خالد العلواني كتب تغريدة عن أحد أهداف ثورة الرابع عشر من أكتوبر والتي تجسد معنى الوحدة والتلاحم والاعتصام: من أهداف ثورة أكتوبر المجيدة تصفية القواعد وجلاء القوات البريطانية من أرض الجنوب دون قيد أو شرط، توفير فرص التعليم والعمل لكل المواطنين دون استثناء، إعادة توحيد الكيانات العربية الجنوبية سيرا نحو الوحدة العربية والإسلامية على أسس شعبية وسلمية.
عبد الباسط الشاجع كتب تغريدة عن ريادة ثورة 14 أكتوبر باعتبارها باكورة الانتصار من الاستعمار في أرجاء الوطن العربي. أطلقت أكتوبر طلقتها الأولى من جبال ردفان ولحقتها جموع اليمنيين في كل اليمن حتى هزم المحتل وانكسر المستعمر، ليس على مستوى اليمن فحسب بل شكلت نهاية للحقبة الاستعمارية في المنطقة بأسرها، إذ أنه بطرد المستعمر من جنوب اليمن طرد بعدها من كافة دول المنطقة. عبدالله إسماعيل كتب تغريدة عن تناغم وتكامل المناضلين في شمال الوطن وجنوبه لإنجاز أعظم ثورتين، الثورة الأولى سبتمبر والتي أسقطت حكم الإمام البغيض، والثورة التالية ثورة أكتوبر التي حررت جنوب الوطن من الاستعمار. كما بدأ أحرار الشمال نضالهم من عدن، بدأ أحرار الجنوب نضالهم من صنعاء، قتال أبناء ردفان في حجة وإعلان بيان جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل 1963، اجتماع الأعبوس واختيار جبال ردفان وتحديد ساعة صفر. المقدم صالح القطيبي كتب تغريدة عن تناغم ثورتي سبتمبر وأكتوبر. التناغم الحقيقي بين ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر يتجسد اليوم في معركة الدفاع عن الجمهورية واستعادتها من ميليشيا الحوثي الإجرامية، حيث يقف الأحرار جميعاً من كل المحافظات وبلا استثناء في خندق واحد، فنجد ابن حضرموت وعدن والمهرة يقاتل في صعدة ونهم وحجة في معركة الكرامة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج حديث الصحافة لهذا اليوم، في أمان الله.